تغيير جو، دراما تشويقية مثيرة، إطلالة جديدة للنجمة منى شلبي من جديد على جمهورها بمسلسل تغيير جو. العمل يدور حول شريفة مهندسة متخصصة في تصميم الألعاب خاصة المتاهات. تبدأ أحداث الحلقة الأولى مع منى بوجودها داخل متاهة كبيرة صممتها لأحد الأشخاص الذي يحاول التقرب منها، ولكنها تركض مسرعة وتخبره بأنه ليس لديها وقت. فحياة شريفة مرتبطة بأمها التي تجسدها الفنانة شيرين، وتتعالج من إدمان المهدئات في صحة باهظة الثمن، مما يضع شريفة تحت ضغط توفير نفقاتها. وتحاول شريفة بيع منزل إرث لوالدتها وخالتها التي تجسدها الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، ولكن والدتها ترفض ذلك، فتضطر للسفر إلى لبنان لتحصل على توقيع خالتها لإتمام البيعة. فتتعرض لسرقة حقيبتها وتضطر للبقاء في بيروت حتى تجد وثائقها المسروقة، لتبدأ رحلة تغيير جو وتتغير حياتها بمقابلة أحد نزلاء فندق خالتها، ويبدأ في التقرب منها. ويجسد دورها الفنان الفلسطيني الرائع صالح بكري في أول مشاركة له في عمل مصري. كما تلتقي منى بأستاذ في التاريخ توفيت زوجته وتركت له ابنة صغيرة، ويجسد دورها الفنان إياد نصار، والذي يدرس التاريخ لطلابه بمنظور مختلف يحببهم فيه. تزداد الأحداث كذلك إثارة خاصة بعد هذه الأحداث. هل ستقع منا في حب إياد نصار أم في حب صالح بكري؟ لو شاهدت العمل شاركنا توقعاتك. أيوة، مع مين الرندفون يعني؟ هيكون مع مين يعني؟ ما فيك الدق. أنا بقول تسيب الباب مفتوح أحسن. أنا تعبت، أنا عايز أرجع مصر.